الله سبحانه وتعالى his grandfather جدد الدوس إن شاء الله جدد الأعلى إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يبنون his father إن شاء الله because these are the du'as of the parents and the grandparents that we have the personality of Sheikh Hajjaj bin Ramadan and in Dhabi with us inshaAllah. So inshaAllah with further ado, I will introduce or I will hand over to Sheikh Hajjaj, which is in Arabic. نرحبوا بكم فضيلتكم يا علي هذا المسجد والمسجد يسمى مسجد القدس ما شاء الله لأنه هذا المسجد ممثل المسجد القدس حقيقة ما شاء الله يعني أصغر صور يعني ما شاء الله ما شاء الله فهذا دليل على أن الناس هنا في كيف وخاصة في جنوب أفريقيا يعني فيها محبة شديدة وعميقة لمسجد القدس وفلسطين إن شاء الله فإن شاء الله نحن ندعو لكم إن شاء الله وندعو لنا إن شاء الله أي يفوز الناس والمجاهدون في فلسطين ويعني أن يعود ويرجع يعني فلسطين إن شاء الله بإذن يعني المسلمين إن شاء الله إن شاء الله قريب إن شاء الله فإن شاء الله تفضل إن شاء الله إن شاء الله الأمثال للناس
Yeah.
أكبر. نور على نور.
you.
Oh!
إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. إذا Yeah.
Thank you.
احسنت. اكبر الله وجهك. ربيك الله. Thank you.
لا إله إلا
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.